للمزيد حول الأسواق العالمية معي في الاستوديو السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب. أهلا وسهلا رائد، شكرا على حضورك معنا. تعليق أولا على موضوع هذه المفاوضات الصينية الأمريكية، ما الذي يعني ما هي الخلاصة حتى الآن؟ هل أنه الصين لا يبدو أنها تتجاوب مثل ما كنا نتوقع وكان يتوقع الجانب الأمريكي، لحتى شفنا هالرد الفعل من ترامب؟ كيف تفهم ما جرى حتى الآن؟ أعتقد أنه كانت العملية عملية كسب وقت من الجانب الصيني بالفترة الماضية، منذ أن كان أظهر يعني ترامب هو أجريسيف، كان كتير شديد وصارم بالطرح وبالطلبات الأمريكية للجانب الصيني، وليتم استيعاب هذه الطلبات كان لابد من الدخول في مرحلة المماطلة في الفترة الماضية. لكن الآن حقيقة من الصعب جدا أن تتخلى الصين عن مثل هذه أو عن مثل هذه العلاقات التجارية التي كانت سابقا مبنية على وجود يعني أسعار أقل فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، والآن يحتاج الأمر مزيد من المفاوضات للحصول على أفضل ديل، وهذا سوف يستمر لفترة أطول. وطبعا ولكن يعني نوع من اختبار الصبر الأمريكي لهذا الموضوع يوتر الأجواء التجارية العالمية، لأنه عم نتحدث على أكبر اقتصادين في العالم يعني يتفاوضان حول علاقاتهم التجارية. رائد، بس إشارة إلى أنه عندما ذكرنا قبل أيام هيدلاين أنه الصين وعدت أن تساهم بتخفيض العجز، عجز الولايات المتحدة بالتجارة البينية معها عبر عدة خطوات، كان في تعليقات واسعة النطاق أن الخطوات اللي تم الإعلان عنها ليست كافية ولا بأي شكل لحتى تسد الفجوة بشكل جيد. فهل يبدو أنه عم يعطوهم piecemeal approach، يعني بيعطوهم أشياء صغيرة بس ما بتحل الأزمة المشكلة الأساسية للولايات المتحدة؟ هذا هو الواقع حقيقة، لأن المتطلبات كبيرة جدا من قبل الطرف الأمريكي، عم نتحدث على فجوة أو على يعني هذا deficit العجز بين الاقتصاد الصيني والاقتصاد الأمريكي، لمصلحة الاقتصاد الصيني امتد إلى 10 سنوات، يعني عم نبنت خلال 10 سنوات. الآن في مثل هذه الطروحات التي يعني تطلبها الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى يعني أكشنز قوية جدا من الصين فيما يتعلق ب يعني المساهمة في تخفيض هذا العجز، وخصوصا فيما يتعلق ب يعني الأمور التي طلبها سواء كان الانوفيتيف أو كان بما يتعلق بمواضيع براءات الاختراع وكذا. يعني هذه كانت أمور جانبية خلينا نقول، ولكن الأساسيات هي الواردات الصينية الضخمة أو عفوا الواردات الصينية للولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو يعني خلينا نقول الطامة الكبرى التي الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى تصليحها في هذه الفترة الحالية، ومن المتوقع أن يستمر الوضع أطول. هذه المناوشات قد تستمر حتى نهاية العام الجاري. رائد، خلنا ننتقل إلى العملات. اليورو أمام أرقام البي أم آيز اليوم التي رح تصدر من الأسواق الأوروبية، توقعاتي بأنه نرى بعض التحسن بألمانيا بس ضعف بدول أخرى، بس أيضا أنه يسجل النمو بالبي أم آي قراءة فوق 50 بس الأضعف بأشهر. فبرأيك كيف ممكن أن يتأثر اليورو اليوم في ظل ما سنراه من أرقام؟ حقيقة اليورو كان تحت ضغط كتير كبير من قوة الدولار الأمريكي بالفترة الماضية، يعني الدولار الأمريكي كان هو الذي يطغى أكثر في التعاملات. نحن عم نتحدث على مستويات متدنية جدا وصل إليها الزوج. اليورو يحتاج بقوة إلى تحسن في بيانات التضخم بشكل أكبر من المتوقع، وبالتالي شو ممكن أن نرى؟ لازم تكون قراءة يعني أعلى بكثير البي أم آي فوق مستويات ال 52-53 حتى ممكن تدفع عندي قراءات اليورو للارتفاع بشكل أكبر. غير ذلك يعني اليورو يعني كان هناك تصريحات عديدة من المركز الأوروبي ومن أعضاء في المركز الأوروبي يتحدثون عن إمكانية البطء أكبر في عملية تجديد السياسة النقدية والتي جاء نحو رفع أسعار الفائدة بعد انتهاء برنامج التيسير. يعني هذا أثر كثيرا على أداء اليورو خلال الفترة الماضية. بالتالي العامل الوحيد المؤثر الآن في الاقتصاد الأوروبي هو البيانات الاقتصاد الجزئي، فهو اقتصاد موجه حاليا بالبيانات، كما أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا المنطقة الأوروبية أصبحت موجهة بالبيانات، أي السياسة النقدية تتغير حسب بناء على التحسن تماما. فالأرقام مهمة جدا اليوم أن تكون أعلى من التوقعات بكثير أو أفضل من المتوقع حتى تعطي الدفعة الإيجابية لليورو اللي عم ينضغط عليه بشكل كبير. ماذا عن الاسترليني؟ عنا اليوم السي بي آي أرقام التضخم ببريطانيا متوقع أن تكون عند 2.5%.
فكيف ممكن أيضا أن يتأثر الاسترليني؟ هل بتشوف المزيد من إمكانيات الضعف على العملة؟ الجانب الآن هو أكثر عند السياسة النقدية 2.5%، ولا يوجد تدخل حتى الآن بتشديد سياسة نقدية بالشكل الأمثل، لأنه كانت المنطقة المسموحة من قبل السياسة ما بين 2% إلى 2.5%. ارتفاع فوق هذه المستويات يجبر المركزي البريطاني على التدخل. لكن نقطة إضافية، نحن أيضا كزوج جنيه استرليني دولار أمريكي وصلنا لمستويات متدنية جدا، وهي مستويات قاع من المتوقع أن يكون منها ارتداد وتحسن. فمن المتوقع أن نرى بعض العودة للاتجاه الصاعد على الباوند، وعلى بفضل ممكن يكون تصريحات من قبل المركزي البريطاني بضرورة الاتجاه نحو تشديد السياسة النقدية حتى لا يخرج التضخم عن السيطرة بشكل كبير، لأنه نحن عم نشوف مستويات مضطردة بالارتفاع فيما يتعلق ببيانات التضخم على وجه التحديد مثل البيانات اللي راح تصدر اليوم. على كل، نحن بما أنه عم نشوف هاي العملات تجاه الدولار، ما ننسى أنه عنا FOMC minutes of meeting اليوم، محضر الاجتماع الفيدرالي بالولايات المتحدة. شكرا جزيلا لك رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب.